بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أشكر قناتكم الموقرة. من هذا المنبر أوصل سلامي إلى كافة الإعلاميين والمشاركين والأساتذة والمدراء الذي لحقوا لهذه الشريحة المظلمة. طبعا أنت تشوف هاي الشريحة من المعلمين المثقفين الإداريين يطالبون بحق أبسط حقوقهم، واحنا نحتاج هي ابسط الحقوق الواجبه علينا، واحنا ما مطالبين بشيء، طالبين بالتثبيت، وهذا الشيء لحقوق الموظفين كل الاداريين والمعلمين والمدرسين. لهذا هي الشريحه المظلومه في هذا البلد. طبعا احنا نناشد من هذا المنبر الى كافه المسؤولين، الى كافه الوجهاء، الى كافه المرتبطين بالدوله أن يسوون تشارب هذا الشيء. وشكرا لكم ورحمة الله وبركاته على هذا القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كمحاضرين وإداريين تربية محافظة بابل معتصمين ومضربين على الدوام لحد تحقيق مطالبنا. ندعو مجلس الوزراء المتمثل بوزارة المالية ووزارة التربية ورئيس الوزراء السوداني بتضمين المحاضرين بتثبيتهم على موازنة 2023، وإلا أن تكون لنا خطوات تصعيدية باستمرار الإضراب عن الدوام، ولنا خطوات مستمرة بالتنسيق مع جميع المحافظات. ما نقدر نحكيها لحين إذا تم تشمينها بجلسة مجلس الوزراء. إن شاء الله ينتهي إضرابنا يوم الخميس بعد القراءة الأولى لمجلس النواب للموازنة العامة 2023، وإذا لم يتم تضمينها ضمن الموازنة العامة لـ 23 راح عندنا خطوات تصعيدية مع جميع المحافظات، ما راح إن شاء الله ما راح نبوح بها لحد ما نشوف الاتفاق يكون مع جميع الممثلين المحافظات. أحب أنوه على شغلة واحدة، هي طبعا كل المحاضرين يعرفوها وكل الكادر التربوي يعرفها، أنه هذه العملية عملية المحاضرين أو عملية التربويين هي عملية مقصودة ضد التربية وضد التعليم، عملية إسرائيلية أمريكية بحتة، واضح. وبالمناسبة أنه أنت أذنه على شغلة ثانية، أنت فاتح التعيين المركزي للصحة، آمنت بالله فاتح التعيين الغير وزارة زين، الدكتور أو المضمد أو الشيء هذا منين شلون صار شلون تخرج؟ غير تخرج على أساس أنه التربية هي اللي أسسته، التربية هي اللي قامت بتعليمه زين، طلع من بطن امه دكتور لو اساس التعليم زين. انت من غير تفكر بهاي الشغله، غير تفكر انه هذا التعليم هو اساس المجتمعات زين، انت من جاي تخلق شعب جاهل، جاي انت هذه العمليه كلها جاي ضد التعليم، جاي تسوي شعب جاهل، تحاول تسقط التعليم وتحاول تدمر التعليم. من عمليه تدمير التعليم شلون؟ هاي وحده من عندهن، عدم تثبيت المحاضرين، لأنه تدري المحاضرين هم صاروا أساس المدارس وأساس التعليم، فهاي العملية كلها عملية مقصودة ضد التعليم وضد المعلم. وشكرا. اليوم خرجنا بمظاهرة سلمية للمطالبة بالحقوق المشروعة للمحاضرين، ونطلب من رئاسة الوزراء وكذلك رئاسة البرلمان بالنظر بعين العطف إلى شريحة المحاضرين المهمشة والمظلومة صراحة. وخرجنا العديد من السنوات ولم نجد الحلول الناجعة لقضيتنا المشروعة في التثبيت، والآن المدارس تستغيث بسبب خروج المحاضرين وترك فراغ واسع ترك الفراغ الواسع للدروس، حيث لم يتم شغل تلك الدروس وظلت فارغة. وأيضا نطالب من مديرية التربية والمديريات في كافة عموم العراق بالوقوف وقفة تضامنية مع شريحة المحاضرين، وكذلك نطالب أيضا نقابة المعلمين بالوقوف مع هذه الشريحة المظلومة، مثل ما وقفنا وساندنا العملية التربوية لسنين عديدة وبالمجان وتم تثبيتنا. نطالب أيضا بتثبيتنا حالنا حال الوزارات الباقية. وشكرا. Ja,
باسمي وباسم جميع محاضري بابل خاصة ومحاضري العراق عامة الذين خرجوا اليوم بمظاهرة عارمة وقوية ضد الظلم والتظلم من قبل المسؤولين والجهات المعنية. ها نحن اليوم هنا خارجين بمظاهرة أكرر عارمة وقوية لحين تحقيق الحقوق والمطالب التي أتينا من أجلها، ألا وهي التثبيت. المطلب الوحيد الذي يريده جميع المحاضرين من أجل تحقيقه هو التثبيت إسوة بباقي الوزارات. نحن اليوم ضمن وفرة مالية وكذلك موازنة انفجارية كافية من أجل تغطية جميع المخصصات المالية لتثبيتنا على الملاك الدائم. لذلك نحن نطالب الجهات المعنية المتمثلة برئاسة الوزراء ووزارة التربية وهو يعني الاستجابة لتحقيق مطالبنا، وأكرر وهو التثبيت على الملاك الدائم إسوة بباقي الوزارات. وإذا لم يستجيبون إلى مطالبنا سوف نستمر في المظاهرات والاعتصامات ونقوم بتثبيت يعني السرادق والخيام، ولن نكل ولن نمل ولن نرجع إلى بيوتنا ما لم يحققون مطالبنا الأساسي وهو التثبيت على الملاك الدائم. ونشكر جهودكم وتواجدكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا نشكر الجهود الإعلامية لتغطية مشكلة المحاضرين. احنا استاذ مشكلة المحاضرين، الدولة قاعدة تنظر مثلا الى عقود الكهرباء لان منتمي للأحزاب عينوهم. طبعا العقود مات الكهرباء اسمه ما يعرف يكتبه، اخذوهم وعينوهم. اما المحاضر كلها ماجستير ودكتوراه وبكالوريوس ما معترفين به. هاي نقطة. احنا النقطة الثانية نعتب على رجال الدين كل واحد عمامته هلقدها كان يصيحون على الحكم الجعفري وكون يحكمنا قائد جعفري. هذا الحكم الجعفري صار 19 20 سنة بالحكم، ما قدروا يعينون المحاضرين، وهسه بعد ننتخبهم زين لا شفنا رجل دين مثل حكى على مشكلة المحاضرين. الشيخ عبد المهد الكربلائي، السيد احمد الصافي، الممثلين مات المرجعية بالنجف، وينكم خطباء المنبر؟ مو الرسول يقول من علمني حرفا ملكني عبدا واطلب العلم من المهد الى اللحد شو المعممين والحوزه العلميه، ولا كانما الموضوع يمهم بس من تظاهر او شيء. احنا هسه وصلونا المرحله احنا بعد ما الاعتصامات هنا ونصب خيام من التربيه هاي ما تفيد. احنا اذا يبقون على هاي الوضعيه وهاي الحكومه، هاي الحكومه طبعا لا تمثلنا ولا البرلمان يمثلنا، احنا ما انتخبناهم وكنا نعرف المشكله زين. لا يحلون مشكله المحاضرين يحلونها، ما يحلونها. ثوره تشرين بدت اليوم، الناشطين يحشدون بالناصريه والبصره والنجف ومعظم انحاء العراق. الله شاهد اذا يستمر الوضع على هذا الحل، عادل عبد المهدي من شمر ماي على من يعني ذب ماي على الشهادات العليا. وين عادل عبد المهدي؟ مو راح يعني السودان الا نسوى همات نفس الوضعيه وتقوم ثوره مره ثانيه وطلعه. وشكرا جزيلا. يا الأحزاب ما في ظلم، يا الأحزاب ما في ظلم، يا الأحزاب ما في ظلم، يا الأحزاب ما في ظلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نطالب من حضر رئيس الوزراء بتثبيت المحاضرين والإداريين جميعا بدون شرط أو قيد أو أي شيء أو تسويف. احنا وصلنا على اليوم التوالي الثالث على التوالي، واقفين بالشوارع ومبيتنا بالشوارع، وهالبنات المحاضرات والشباب كلها واقفة على حساب التثبيت. ما نريد أي شيء من الحكومة غير تثبيت المحاضرين والإداريين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا محاضرين، انا صار لي 6 سنوات محاضر، عملت 4 سنوات بالمجاني وسنتين بالعقد، وحاليا انا محاضر اداوم من الساعه 8 للساعه 12، اطلع اصلي واتغدى وعندي ستوته ابيع بيها مخضر، اطلع لليل الله عزين، وهاي انا 3 ايام هنا اعتصام، 3 ايام بدون عمل قاعد ودوام ماكو، ومضام مع اخوت المحاضرين والاداريين، واحنا نريد حقنا التثبيت ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن محاضرين واداريين محافظه بادبن، نطالب بالتثبيت على الملاك الدائم اسوه مع اقراننا واخواننا في بقيه الوزارات. احنا المحاضرين كل واحد عنده يعني خدمه 5 سنوات و7 سنوات و4 سنوات، نطالب من حكومه السوداني التثبيت على الملاك الدائم اسوه مع اقراننا في بقيه الوزارات. والله تعبنا وملينا، كل احنا عندنا عوائل، انا من الناس عندي 4 اطفال وكلهم مدارس، والله اداوم بالمجان صار لي 4 سنوات، تعبنا والله. نطالب من حكومه السوداني ان ينظر لنا نظره ابويه ويرأف بحالنا، يعني احنا هم مثل اولاده مثل ابنائه مثل بناته، ان ينظر لنا ولعوائلنا، وكل احنا عندنا اطفال وعوائل، الله شاهد، يعني لابد ان ينظر لنا نظره ابويه ونظره عطف ونظره يعني اخ لابنائه. وان شاء الله احنا نطلب من عد يعني التثبيت على الملاك الدائم، وان ينظر لنا نظره ابويه ونظره عطف ان شاء الله. نحكي نفس المعاناة من 2018 لحد هاي المرحلة هاي، يعني لا هم اللي ثبتينا، لا هم اللي ممطين درجات الحذف والاستعداف، لا مسوين قيمة بالشارع، حتى الشارع قام يضوج من اسم المحاضر بالشارع، الناس قام يضوج من عندنا من وراء المحاضرين، من يعني سوونا قيمة سوونا حال. هسه أنا أريد أناشد السوداني، أريد ألتقي بيك. أنا مسؤول عن 8 نفرات بالبيت، أنا كبير بالبيت، والدي متوفي وأخواتي طالبات جامعة وانا المسؤول عنهم. خلص من الدوام اروح اشتغل شغله ثانيه في سبيل اوفر لهم مصروف الدراسه، مصروف يعني ماكو هيك شيء. شوفونا حال، شوفونا مجال ندخل به، ثبتونا سوونا قيمه، سووا قيمه للمعلم المدرس. يعني هسه انا جاي المظاهره بجيبي 10,000، هاي 10,000 جاي المظاهره، يعني انا عندي 8 نفرات، خواتي 2 جامعه، اخوتي 3 طلاب اعداديه، واختي متخرجه ووالدتي بالبيت، هاي 10,000 مال المحاضر. يعني هاي حكي يصير هذه؟ انت السوداني شوفنا ما شوفنا، ترى ملينا والله ملينا. رحم الله والديك. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا صار لنا 7 سنوات نداوم بالمجان، صار لنا 2 سنين ينطونا عقد، والعقد هذا ما يكفي لنا لا احنا ولا جهاننا، لان بصراحه انه ال 395,000 ما تكفي، كل من عنده طفلين وثلاثه، وهذا وقتنا يعني وقت كلش صعب،
يعني والله العظيم يشتغل شغلين وإضافة إلى الدوام يالله يسد حاجته. فنحن نتمنى من رئاسة الوزراء أنه ينصفونا إحنا كمحاضرين ويثبتونا على الملاك الدائم، لأن إحنا نستحق، إحنا ضحينا، إحنا انطينا الغالي والنفيس من أجل العملية التربوية ونجاح العملية التربوية. ومثل ما شاهد هسه إحنا أغلب المدارس فارغة ما بيها كادر، ليش؟ لأن نقص أنه المحاضرين مسوين إضراب، فالمدارس وبعض المدارس أصلا ذبوا المفاتيح مالتهم على المدير العام وطلعوا سدوا المدارس لأن كادر ما عندهم ما يكفي، أعداد الطلاب كلش هائل والكادر قليل. فإحنا نتمنى أنه ينصفونا وينصفون التعب اللي إحنا تعبناه خلال السبع سنوات الماضية، وإن شاء الله إحنا اليوم ننتظر جلسة مجلس الوزراء الساعة 1 عصرا العفو ظهرا في سبيل أنه يبتون بقرارنا، وأتمنى التوفيق لجميع المحاضرين أخوتي. نحن مجموعة محاضرين تربية بابل، يوم طالعين اليوم الثالث على التوالي اعتصام أمام تربية بابل، نطالب من سيادة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بإنصاف هذه الشريحة المظلومة التي خدمت العملية التربوية لأكثر من 5 سنوات، وفيها اليوم احنا الثالث على التوالي يعني معتصمين، ولم نرى أي من كل من رئيس الوزراء بيان أو بخصوص هذا الموضوع. فالراجين من رئيس الوزراء انصاف هذه الشريحة التي خدمت العملية التربوية والتي لا زالت تخدم هذه نحن شريحة تربوية مهمة في البناء العملية التربوية، ولولا العملية التربوية لكان العراق يعني مستهدفا من كل النواحي. فهذا نتيجة يعني ولجهود المحاضرين نجحت العملية التربوية، ونسأل من رئيس الوزراء ووزير التربية انصاف هذه المحاضر شريحة المحاضرين مظلومة. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كأخوانا كما ترون هذا الكم الهائل من المحاضرين والتربويين، وهذا الحشد المليوني خرج مطالبا بحقوقه، ألا وهي أبسط الحقوق التثبيت على الملاك الدائم. فنطالب من دولة رئيس الوزراء ومن الجهات المعنية بالأمر بالقضية أن ينصفونا، لأنه بذلنا أقصى جهود وأرفدنا العملية التربوية بالكوادر التدريسية، ولولا المحاضرين والإداريين والحرفيين وهذه الملاكات لأصبحت المدارس خالية من الكوادر. وكما ترون ولو اطلعتم على المدارس لوجدتموها خالية، يعني في عجز تام. المدارس تشكو العجز والنقص الحاد، والمدارس خالية من كل الكوادر التدريسية. فلا بد من أن يكون هنالك حل، وحل جذري لهذه القضية، لأنه قد عانت سنوات طويلة وعانت الأمرين، ولا بد أن يكون هنالك حل سلمي له التثبيت. وإذا كان رد دولة رئيس الوزراء والدولة بأنه الأعداد هائلة، فهذه القضية لم تكن قضية المحاضرين وحسب، وإنما هي المشكلة ابتدعها وزارة التربية، لأنه هسه هنالك أعداد 300 ألف محاضر وإداري، فنصفهم هم حرفيين. فالحرفيين هم مو قضيتنا، يعني هنالك يجب أن يكون، إذا كانت المعالجة دفعات فلا بد أن تكون تعيين المحاضرين كتدريسين كدفعة أولى، والدفعة الثانية تكون قضية الكتاب والحرفيين. Come on, come on.
شوف هذا العرق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الثلاثاء جاءوا محاضري وإداري تربية بابل متعاقدين أمام مديرية تربية بابل وهم يطالبون بحقوقهم المشروعة وهو التثبيت على الملاك الدائم أسوة بباقي الوزارات. حقيقة هذه مناشدة أو مطالبة أو رسالة نحملها إلى دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم جلسة أن يرحم هذه الشريحة التربوية التي تفترش الطرقات، ونقول وأسفاه ماجستير دكتورة يفترش الطرقات، لكن هاي ناس حقوق وتعبانة، لازم ندافع عن حقوقنا ونطالب ونناشد بكل قوة من دولة رئيس وزراء اليوم الثلاثاء أن يحسم ملف المحاضرين وأن يجعله بالتثبيت الملاك بالتثبيت على الملاك الدائم. ونشكر جميع القنوات الإعلامية التي وقفت وساندت هذه الشريحة التربوية التي خدمت الجانب التربوي أكثر من 5 سنوات، ونقول كلمة واحدة: نعم نعم للتثبيت، نعم نعم للحقوق. نحن محاضري وداري بابل نطالب حقنا بالتثبيت، لين صار لنا 5 سنين على عملية تربوية وسدينا الشواغر، واحنا هذا حقنا، حق كل المحاضرين والإداريين، حالنا حال باقي الوزارات. ايش معنى الوزارات البقية ثبتوه احنا ما ثبتونا؟ احنا نطالب تثبيتنا على الملاك الدائم، واحنا ضحينا وداومنا وحر وبرد وقدمنا يعني خدمة في مجال التربية، ونطالب حقنا حق جميع المحاضرين الدارين تربية بابل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. نتضامن مع الأخوة المحاضرين وندعو ونوجه النداء إلى السادة المسؤولين وإلى السادة الوزراء وإلى السيد رئيس الوزراء بأن ينظر إلى هذه الكفاءات وإلى هذه الثلة الجميلة الجيدة الكفاءات المرموقة، بأن يتعاضد معهم ويكافئهم بما قدموه من خدمة إلى الصالح العام. ونرجو من سيادتكم ومن السادة المسؤولين النظر إلى هذه المجموعة، لأنهم قدموا الكثير مجانا وعقدا، وهذا لا يوافي إلا شيء بسيط مما قدموه، وشكرا جزيلا. جينا من أجل التثبيت طبعا، ولكون أنه الميزانية انفجارية خوفا من السرقة. أنا أنصح يعني السياسيين ومتمثلة برئاسة الوزراء والبرلمانيين ورئاسة الوزراء أن يحافظون على هذه الميزانية، يستثمروها ويوظفون بها أبناء الشعب حتى ما تصير عرضة للسرقة. وإحنا عانينا يعني من 2018 ولحد الآن مظاهرات، لكن ماكو أحد يسمعنا. نتمنى أنه يسمعونا ويوصل صوتنا ويسوون حل لهاي الشريحة المثقفة اللي هي بناء البلد بيها، وما صار رئيس وزراء إلى مو رئيس إلى مو المعلم أو المدرس، أساسه بناء وثقفة وكمله وخلاه يوصل مراحل علمية بحيث تنصب وصار رئيس وزراء. هالسعادة رد الجميل، حسوا بينا شوية، مطلبنا احنا التثبيت، ومو شي صعب، والميزانية متوفرة وهاي كلها تنحل. حسوا بينا احنا 3 أيام بالبرد ما بايتين بالخيام، احنا هم أبناكم وأخوانكم، وجزاكم الله خير. محاضري بابل أسوة بالمحافظات البقية التي أعلنت إضرابها واعتصامها المفتوح وغلق المديريات والإضراب عن الدوام إلى إشعار آخر لحين تحقيق المطالب، ألا هو التثبيت على الملاك الدائم أسوة بالوزارات الأخرى. طبعا اليوم لا يخفى على الجميع قضية المحاضرين، قضية اعتصت على جميع الحكومات السابقة والحالية. طبعا احنا مطالبنا هي مطالب
حق مستحقة على وهو التثبيت على الملاك الدائم، كوننا احنا شريحة قدمت ما قدمت إلى العملية التربوية، قدمت ما قدمت إلى المدارس، وفي ذلك نجد أن هنالك تسويف ومطالبة من الحكومة المركزية المتمثل برئاسة الوزراء مع وزير التربية والجهات المعنية في عدم تثبيت هذه الشريحة التي قدمت ما قدمت إلى العملية التربوية. اليوم يعز علينا أنه إحنا نلبس هذا اللباس ألا وهو الاعتصامات والجلوس في الطرق والشوارع المطالبة بحقوقنا، لأن الحكومة هي التي أوصلتنا إلى هذا الحد. طبعا عتبنا الشديد على الحكومة المركزية، عتبنا الشديد على الحكومة المتمثلة بأعضاء مجلس النواب اللي هم أساس إيصال المعلومة أو أساس إيصال المظلومية إلى الحكومة المركزية. حقيقة نتأسف أنه ما نجد هذا الدور اللي ماخذينه، وهم عملهم هو هذا، أنه رفع مظلومية المواطن، رفع مظلومية هذه الشرائح ومن ضمنها شريحة المحاضر المظلوم لطيلة السنوات السابق. اليوم مطالبنا هي التثبيت على الملاك الدائم، اليوم مطالبنا هي بسيطة، لأن إحنا قدمنا ما قدمنا. أعتقد أن اليوم اللي دا أشوف أنه أكثر شريحة فايدة للدولة وفايدة للمجتمع هي شريحة المحاضر، لذلك إحنا نطالب اليوم من خلال هذا المنبر ومن خلال قنواتكم جميع الجهات المعنية والجهات المسؤولة على ملف المحاضرين أن ينطلق الموضوع اليوم إن شاء الله، وراح نثبت بحيل الله بجهود إنه هذا الأبطال المفترشين الأرض وناصبين الخيم وغالقين المديريات، فنعول على ونهيب بإخواننا المحاضرين إنه يلتحقوا بإخوانهم مع المحافظات البقية لتثبيتنا إن شاء الله على الملاك الدائم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شريحة المحاضرين عقود تربية بابل، نطالب بالتثبيت. منذ 5 سنوات نحاضر، 2 بالمجان و2 تم إنصافنا على قرار 130 وبراتب 380,000. نطالب الحكومة المركزية بالتثبيت خلال موازنة العام الحالي، يعني اليوم الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء يعني راح يقرون بنود الموازنة. نتمنى من الحكومة إنصافنا، وأبسط حقوقنا هو التثبيت. يعني صار لنا ظاهر حال هذا الأسبوع الثالث، يعني مظاهرات مستمرة لكن لم أي استجابة ما شفنا من الحكومة المركزية. فاليوم جلسة مجلس الوزراء يعني حسب ما سمعنا من أخبار يعني اليوم بيها بنود الموازنة من ضمنها فقرة المحاضرين، ننتظر التصويت عليها.